بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدناكم اليوم إن شاء الله سنتابع أسباب ومشاكل تساقط الشعر والحل الجذري لهذا، ونبشركم أننا بفضل الله سبحانه وتعالى في نظام الغذاء الميزان وصلنا لنتائج ممتازة وعظيمة. السبب في ذلك كما أعتقد أننا نطبق منهجية في الغذاء الميزان ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عندما قال: فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. طبعا بداية الحديث يقول لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل، وهذا يعني أنه لكل داء هناك آليات أركان معينة يجب أن نعرفها ونصيبها واحدة واحدة، فبإذن الله يبرأ الداء. ومن هنا نحن نغوص في أعماق المرض ونغوص بشكل أعمق من الطب الحديث. أنا طبيب باطني أصلا، يعني أنا درست الطب الحديث وبعد ذلك بدأت أدرس الطب البديل، وفتح الله علي سبحانه وتعالى عندما تعمقت في أسس علم التغذية في القرآن الكريم، والحمد لله حصلت على الماجستير في الطب البديل من جامعة ويستمنستر في بريطانيا. فأنا أجمع بين ما تعلمته من الطب الحديث في فهم كثير من التفاصيل والآليات الكيميائية والتفاعلات الكيميائية الحيوية، وفي بين الطب البديل خصوصا قوانين الله في الوجود التي وضعها في القرآن والتي تجعلنا نفهم القانون بدقة متناهية. طيب، قبل أن أبدأ، كثير من الناس يريد أن يسأل، يعني نقول إخوتي، عادة أنا بشوف تعليقات كثيرة يعني تحت البوست وأنا أحاول أن أجيب، ولكن مهما أجبت بيكون في سؤال بسيط غير واضح. يعني عملية التشخيص الطبي عملية غير سهلة، يعني مش الواحد يعتقد انه انا بحكي كلمتين للطبيب خلص حيعطيني العلاج، لا ابدا. طبعا التشخيص السريري يحتاج الى خطوات كثيرة، منها اخذ قصة سريرية مفصلة، ومنها فحص مفصل، ومنها عمل فحوصات مخبرية او شعاعية او يعني صور أشعة أو سيتسكان أو رنين مغناطيسي، ومن ثم وضع التشخيص التفريقي، وأخيرا نصل إلى التشخيص، وبعد التشخيص يتم العلاج. ولذلك دائما أنا أنصح إخواني وأخواتي، إذا أردتم أن أوجهكم بشكل صحيح أدخلوا على الجوجل، أكتب جميل القدسي، سيظهر لك الموقع ثالث نتيجة، موقعنا اسمه balancecure.com. اضغط على هذا الموقع، في الصفحة الرئيسية هناك خانة اسمها أنت تسأل والدكتور جميل القدسي يجيبك مباشرة. عبئ هذه الخانة، أعطينا المعلومات عشان أستطيع أن أتواصل معك، وتأكد أنك كتبتها بشكل صحيح، وإن شاء الله أنا خلال 3 أيام ممكن تكون وصلت رسالة حضرتك أو حضرتك أختي، وأنا أوجهكم مثلا أن تذهبوا إلى الطبيب فلاني أو كذا، يعني النصائح التي يجب أن تفيدكم في عملية التوجيه. طيب، الآن نريد أن نبدأ في منطقة تساقط الشعر الأمامي. وطبعا إحنا كما في كل حلقة بيكون عندنا مجموعة من الأخبار، إحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون لدينا مجموعة من الأخبار الطيبة مفاجأة إن شاء الله، سأجعلها في وسط أو آخر الحلقة. الآن نحن نريد، تحدثنا في حلقة كاملة كانت أول البارح وموجودة، ما زالت موجودة من أراد أن يرجع لها، تتحدث عن تساقط الشعر بشكل عام، يعني تساقط الشعر الشامل عند الأطفال وعند الكبار وعند الذكور وعند الإناث. وشرحنا في هذه الحلقة بالتفصيل الحقيقة كيف يحصل نقص في العناصر الأربعة تحديدا، منها الزنك، منها الحديد، منها الكبريت، ومنها السيلينيوم. وقلنا هذه العناصر الأربعة تحتاج الشعرة بشكل كبير، وذكرنا بمجموعة من الدراسات كيف أن إضافة السمن الكيماوي هو سبب رئيس لنقص هذه العناصر الأربعة، ومن ثم كيف يمكن أن نعوضها بخلاصات عشبية بإذن الله مركزة، وعن طريق الشرب لا يكفي الدهن، وعن طريق طبعا الطريق الموضعي. طيب، هناك نوع آخر شهير جدا ومنتشر جدا بشكل كثيف وكثير عند النساء، ألا وهو تساقط الشعر ليس الشامل إنما في منطقة الصلع عند الذكور، يعني التساقط يبدأ في هاتين المنطقتين وفي وسط وخلف الرأس،
وهذه المناطق التي تصيب الذكور فيها الصلع. طبعا بعض النساء تأتي تقول دكتور والله إحنا وراثتنا هيك. أقول يا أختي اسمعي، لا يجوز أبدا إطلاقا إنه المرأة بشكل وراثي أن يحدث عندها تساقط في منطقة الصلع عند الذكور. والمرأة مهما كانت وراثتها ضعيفة، حتى لو كانت تحمل جينين متنحيين لضعف كثافة الشعر، فلا يمكن أن تصاب بالصلع. إذا بدأت تصاب بالصلع فاعرفي أختي أن هناك مشكلة. ولعل أهم مشكلة، إحنا كما قلنا لا يكفي أنا أعالج الشعر، الموضوع مش أنا أغذي الشعر، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. فيجب أن أعرف ما هو هذا الداء حتى أعرف كيف أصيبه. ولذلك تشير الدراسات إنه أهم سبب على الإطلاق لحدوث تساقط الشعر في المنطقة الأمامية هو المبيض متعدد الكيسات ووجود هرمون ذكوري في داخل جسم المرأة لا يجب أن يكون موجودا بهذه الكمية الكبيرة التي تكون مثل الكميات الموجودة عند الرجل. طيب ما السبب؟ إحنا قلنا دائما نحاول أن نغوص في السبب. طبعا في الطب الحديث يعني لا يعطون أسباب حقيقية في الحقيقة يعني لهذا الموضوع، يقول لك حتى موضوع المبيض متعدد الكيسات لا شفاء منه أبدا. ونحن نقول هذا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال حديث في الصحيح، يعني حديث صحيح يقول يا عباد الله تداووا فما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه منكم من علمه وجهله منكم من جهله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هناك أمراض، هناك من يعلم هذه الأمراض وعلاجها وهناك من لا يعلم. ونحن بفضل الله وتوفيقه ومن خلال أسس علم التغذية بالقرآن وتطبيقها على عدد كبير وهائل من الناس بشكل آمن، لأن أسس علم التغذية بالقرآن لا هي أدوية كيميائية ولا تأثيرات جانبية ولا أي شيء، إنما هي قواعد صحية يومية يطبقها الإنسان فيفاجأ بنتائج طيبة. ونحن تحدثنا فيما سبق إنه نمط حياة الإنسان هو السبب الأهم في إظهار الجينات الضعيفة ومن ثم التعبيرات عن هذه الجينات الضعيفة وحدوث الأمراض. وتغيير نمط الحياة هو السبب الأهم والأقوى والأكبر في إيقاف التعبير عن هذا الجين في علم جديد يعرف باسم الإبيجينيتكس. طبعا من أراد أن يدخل على الجوجل سكولر ويكتب إبيجينيتكس يفاجأ بعشرات الألاف من الأبحاث تتحدث عن الموضوع. ولكن نحن نقول إنه بفضل الله لدينا نتائج طيبة جدا، ليس فقط في تساقط الشعر في المنطقة الأمامية عند النساء أو هي منطقة الصلع عند الذكور عند النساء، إنما في كل المتلازمة اللي هي بوليسيستيك أوفري أو المبيض متعدد الكيسات. طيب لماذا يحدث المبيض متعدد الكيسات؟ نحن نعتقد في الحقيقة أن المبيض متعدد الكيسات يحدث لسبب رئيسي هو نقص العناصر الداخل في غذائنا. إضافة هذا السبب الرئيسي هذا إحنا نعتقده وفي إشارات كثيرة له في القرآن الكريم والأبحاث العلمية. ليش؟ ما الذي يحدث؟ تخلق المرأة سبحان الله في مبيضها 250 ألف بويضة. واحد يقول 250 ألف بويضة؟ قل نعم، هذا من عظمة الله سبحانه وتعالى. سيفقس من هذه 250 ألف 450 بويضة فقط، اللي هي عدد أشهر النشاط التناسلي عند المرأة، يعني من عند البلوغ 13-14 سنة إلى عمر 48-50 سنة. إذا بتعد كم شهر تقريبا؟ حوالي 450 شهر. طب واحد يقول لماذا؟ أنا كنت أتفكر ليش الله يخلق 250 ألف بويضة والمرأة حتعيش فترة محددة وفقط حيفقس 450 بويضة؟ أقول والله تعالى أعلم، هذا اجتهاد شخصي مني ولا أجزم بذلك، أن الله أشار في القرآن أن أقواما قبلنا كانوا يعمرون، ومنهم قوم نوح عليه السلام. نوح عليه السلام ورد في القرآن أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني حوالي 950 سنة تقريبا. واختلف العلماء هل هو لبث من الولادة إلى الموت، بعض العلماء قالوا لا، هو لبث في الدعوة فقط في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، وإلا هو عاش أكثر من 1000 سنة كما يقول العلماء. فلو كان الناس في تلك الفترة يعيشون بهذه الفترة الطويلة بلا شك 450 بويضة لن تكفي مدة 535 سنة للنساء في ذاك العصر، فلا بد سبحان الله
أن يكون هناك مخزون أكثر للبويضات، وهذا ما نراه في بويضات النساء حاليا 250 ألف بويضة. طبعا ليس كلها تفقس، إنما يفقس جزء منها اللي يعاد لعملية الإباضة. طيب كيف تفقس البويضة؟ يأتي في الحقيقة هرمون من الغدة النخامية. طبعا الغدة النخامية هناك من يتحكم فيها، يعني سبحان الله الجسم قيادات فوق بعضها البعض. منطقة الغدة النخامية، غدة النخامية غدة هي تأتي في أسفل الدماغ سبحان الله، ويأتي أعلى منها مباشرة منطقة بسموها تحت المهاد. تحت المهاد هذا يفرز هرمون اسمه جونادوتروبين ريليسينج هرمون، الهرمون الحث للجوناد. الجوناد اليوم إيش؟ الخصيتين عند الرجل والمبيض عند الأنثى. طيب كيف يحثهم؟ ليس مباشرة، إنما عن طريق حث الغدة النخامية. الغدة النخامية تفرز في أول 14 يوم من الدورة الشهرية عند المرأة تفرز هرمون اسمه الـ FSH Follicle Stimulating Hormone، وفي الـ 14 يوم الثانية يعني بعد خصوصا لما يعني ما يحدث حمل وإلقاح تفرز هرمون آخر اسمه الـ LH. الـ FSH الأولان تبع الأربع شهور مسؤول عن زيادة نشاط المبيض وإفراز الإستروجين، الآن سنشرح كيف، والهرمون الثاني الـ LH عندما لا يحدث إلقاح مسؤول عن إفراز البروجسترون. إذا سبحان الله دورة المرأة 28 يوم أو نقول 30 يوم، أول 14 أو 15 يوم الإستروجين مرتفع ثم ينهار بشكل مفاجئ، ثم البروجسترون مرتفع ثم ينزل تدريجيا. طبعا الإستروجين يرتفع تحت تأثير الـ FSH والبروجسترون يرتفع تحت تأثير الـ LH وهكذا. هذه هي الدورة الشهرية. طيب ليش أنا بحكي لكم هذا الكلام؟ حتى نعرف كيف يحدث المبيض متعدد الكيسة. طيب تكون المرأة سبحان الله هذا مبيضها مثل الكرة في المنتصف تماما، خلايا صغيرة ونقاط صغيرة، هذه البويضات غير الناضجة. عندما يبدأ في بداية الدورة الشهرية الـ FSH بالارتفاع الذي يفرز من الغدة النخامية تحت تأثير تحت المهاد جونادوتروبين ريليسينج هرمون اللي هو أعلى منه، فهو الأعلى جونادوتروبين ريليسينج هرمون يحرض الغدة النخامية لإفراز الـ FSH، الـ FSH يذهب إلى البويضة ويحرضها على النمو، فتبدأ البويضة تكبر تدريجيا شيئا فشيئا. أثناء كبرها تحاط بكيس اسمه الجريب فوليكل، من هنا جاء اسم الهرمون فوليكل ستيميوليتينج هرمون، الهرمون الحات للجريب. أي جريب؟ هذا الجريب الكيس اللي بتكون في داخله البويضة. نحن نعتقد في نظام الغذاء الميزان إنه خلل العناصر الموجود في التربة، ذكرنا في الحلقة السابقة يعود إليها بس أنا بعطيكم بشكل مختصر، دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية على 43 محصول تؤكد أن طبعا الدراسة أجريت من سنة 1950 ل 1999 يعني 49 سنة، أثبتت هذه الدراسة بما لا يدع مجال للشك، وأنا سأنزل هذه الدراسات قريبا على موقعنا balancecure.com. على فكرة احنا نزلنا من يعني من يوم الأربعاء إلى اليوم 10 مواضيع جديدة الذي يحب أن يتابع، وكل المواضيع موثقة بالحرف. المهم هذه الدراسة تقول إضافة السماد الكيماوي على التربة أدى إلى فقدان 6 عناصر، الفوسفور والكالسيوم والحديد، إضافة إلى ذلك نقص كل من فيتامين سي والرايبوفلافين والبروتينات، حتى البروتينات النباتية كميتها بدأت تنقص تدريجيا. قلنا إضافة السماد الكيماوي يؤدي إلى نقص التوب سويل اللي هي التربة الزراعية، هذه التربة كل إنش منها حتى يتشكل يحتاج ما بين 200 إلى 1000 سنة، تخيلوا يعني أنا إذا بدي بس 25 سنتي من التوب سويل بدي حوالي 10,000 سنة تطور، يعني من 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 هداية الله سبحانه وتعالى وخلقه حتى تتشكل هذه التربة الزراعية الغنية بالبكتيريا والطفيليات والفطريات والأرثروبود التي تساهم في تحويل العناصر الموجودة في التربة من شكل غير قابل للامتصاص بالنسبة للنباتات، تحولها إلى شكل بايو أفيلابل قابل للامتصاص. وتشير الدراسات أن إضافة السماد الكيماوي إلى التربة يؤدي إلى فقدان بوصة من هذه التوبسول كل 16 سنة ونصف، يعني إحنا بدنا عشان تتشكل 1000 سنة وتزول ب 16 سنة ونصف. ولذلك الاستخدام الجائر للسماد الكيماوي وما تسمى الزراعة الصناعية، يعني هم بالإنجليزي بسموها Industrial Agriculture هيك اسمها،
افتح الويكيبيديا الآن، اكتب Industrial Agriculture، بيجيك تعريف منها استخدام أي شيء صناعي لتحريض نمو النباتات أو تربية المواشي والدواجن إلى آخر، اسمه Industrial Agriculture. تخيل. طبعا وجدوا الآن مع Industrial Agriculture وإضافة السماد الكيماوي عم فقدنا ثلثي التوب سويل اللي هي التربة التي تغذي النبات، ولم يبقى إلا ثلث. عشان هيك في دراسة ثالثة أو رابعة تقول إنه المحاصيل الآن لا تحتوي إلا على 25 إلى 50% ماكسيمم من العناصر التي يجب أن تحتوي. هذه دراسات كلها إن شاء الله أنا حنزلها قريبا بإذن الله. وسأنزل على فكرة، خلصنا تصوير المبدأ الأول للعلاج بالتغذية حسب القرآن الكريم، مبدأ كبير حوالي ساعة كاملة فصلنا فيه تفصيلا دقيقا ودخلنا بهذه النقاط. طيب، دراسة رابعة تقول، طبعا هذه الدراسة قلنا طويلة، كان مدتها حوالي 165 سنة، ابتدأت من 1845 إلى 2005. هذه الدراسة قالت من 1845 حتى 1960 لم يكن يستخدم أي سماد كيماوي أو أي industrial agriculture، لا توجد زراعة صناعية، كان زراعة طبيعية. فلم تخسر التربة ولا الثمار ولا الخضار ولا الفواكه التي تزرع فيها أي من عناصرها. ولكن من 1960 إلى 2005 حوالي 45 عام فيما بعد، عندما بدأت استخدام الزراعة الصناعية، التربة خسرت للآن من أهم أربع عناصر، قلنا الزنك والحديد، وهذول العنصران يحتاجهما الشعر بشكل ممتاز، والكبريت والسيلينيوم، والعنصرين الآخرين أؤكد لكم أنه يحتاجهما المبيض. طيب، وهذا أصبح غذاء. يعني واحد يقول يا أخي من وين أجيب، أنا ما فيش أورجانيك في السوق، وإذا أجا بيكون قليل وفي موسم محدد وينتهي، ومعظم الطعم هذا الموجود أمامنا. ولذلك إيش اللي بيحصل؟ ليش موضوع تساقط الشعر عند النساء في منطقة الصلع عند الذكور أصبح منتشر بشكل رهيب؟ لهذا السبب، طعامنا الآن بلا طعم ولا نكهة ولا رائحة لفقدان هذه العناصر. نحن ذكرنا فيما سبق في المبدأ الأول للعلاج بالتغذية إنه خلايا الجسم تتبدل. مبيضك يا أختي، هذا المبيض نفسه لم يكن موجودا قبل 6 شهور، كانت خلايا تموت. إحنا معروف في الطب درسنا اسمه أبوبتوسيس، الموت المبرمج للخلايا. ليش احنا نحلق شعرنا؟ لانه في خلايا تضاف الى الشعره فتطول الشعره، ثم بصير تموت شعره، فاحنا بنصير انقص. ليش الاظافر تطول؟ بسبب انه الله بصير انقسامات في الخلايا، والله سبحانه وتعالى يخلق خلايا جديده باستمرار. الطفل هذا كيف بيكبر؟ الطفل بيكبر ببساطه، بتغيب عنه، بتشوفه زاد 10 سم ولا 20 سم ولا 20 كيلو. من اين جاءت؟ ماتت خلايا وجاءت خلايا اخرى أكبر حجما وأكثر عددا، ونشوفه ما شاء الله بدأ ينمو. طبعا في الطفولة الصغرى كل ما كان أصغر بيكون زيادة في العدد، فيما بعد بصير زيادة في حجم الخلايا وليس في عددها. طبعا هذا للتوضيح. طيب، الآن إحنا نتوقع إنه العناصر اللي واصلة للمبيض من أجل بناء هذه البويضة وبناء هذا الجريب غير كافية. تخيل مثلا أنت بدك تبني بناية، وجيت وجدت البناية على المخطط مثلا 4 طوابق، ولكن انت وجدت اسمنت يكفي لطابقين، وحديد يكفي لطابق واحد، وطوب يكفي لطابق واحد، ماذا سيحدث؟ ستبدأ بالبناء، ولكن بعد فترة حينفذ منك الحديد، حينفذ منك الطوب، تطلع انت باني طابق واحد، طب لسه باقي 3 طوابق. البويضة عشان تصل لازم يكون قطرها 22 ل 24 ملي حتى تصل الى السطح هي والكيس تبعه، وهذا الكيس يكبر، وهذا الكيس بداخله بصير الاستروجين. على فكرة مش حكينا احنا في اول 14 يوم الاستروجين بيرتفع، بيرتفع من وين؟ اثناء نمو البويضة وتحت تأثير الـ FSH يقوم الجسم في داخل هذا الجريب بصنع الاستروجين، فهذا الجريب يحتوي على الاستروجين اضافة الى انه يحتوي على البويضة. والاستروجين كما نعرف هو هرمون انثوي، اضافة الى فوائده في تنمية بطانة الرحم في المرحلة الأولى، وإضافة إلى فوائده في منع هشاشية العظام ومنع تصلب الشرايين، هو يوزع الدهون بشكل خاص عند الأنثى، بحيث الدهون تتجمع في منطقة الحوض ومنطقة الثديين ولا تتجمع في البطن. عشان هيك شكل المرأة اللي هو بهذا الشكل، هذا يعود
لخلق الله سبحانه وتعالى وما استودع من هذا الهرمون العظيم اللي هو الهرمون الاستروجين الذي يفرز في اول 14 يوم من الدوره، لما يكون الاف اس اتش جاي من الدماغ يحرض الجريب عن نمو ينمو. طيب لنفرض العناصر التي تلزمني من اجل بناء هذا الجريب وهذه البويضه غير كافيه، طب ماذا سيحدث؟ سيصل، حكينا الطوب نص الكمية، الحديد ربع الكمية، الاسمنت ربع الكمية، نصل إلى مرحلة معينة ويتوقف الجريب عن النمو، لما عندوش عناصر عشان يكتمل في النمو، والبويضة ما عندهاش عناصر عشان تكتمل في النمو. وهنا الخطأ، الطب الحديث يبدأ بالتحريض، إعطاء هرمونات محرضة. يا أخي أنت تذبح المبيض. ولذلك هو نفس الطبيب يشوف بحرض مرة تنتين ثلاثة بتكون البويضة بتوصل 20، مع التحريض الثاني بتصير توصل 18، مع التحريض الثالث بتوصل 16 أو 15. ليش؟ لأنه أنت كلما تحرض وتجبر المبيض على أن يصنع بويضة والعناصر ناقصة، أنت بتسوي زيادة في استنفاد العناصر، وهذه هون مشكلة كبيرة. ولذلك تيجي أول دورة ينمو الجريب إلى حد معين، في الحالة الطبيعية يجب أن ينمو إلى الحد الطبيعي، إلى الطابق الرابع، يصل إلى سطح المبيض وينفجر فتحدث الإباضة وتخرج البويضة. وطبعا لو في حيوان منوي هذيك الفترة بيلقح وبصير حمل بإذن الله عن طريق الزوج. طيب الآن هذا الجريب لم ينمو، وصل إلى حد معين وتوقف لأنه العناصر تبعته غير كافية، وهذه مشكلة موجودة في الغذاء. ويعني الآن أنا هنزل على فكرة عشان واحد يقول لي بس دراستين ثلاث، 200 دراسة هنزلهم تثبت كيف أن إضافة السمالكيمو فقط، والله يا جماعة أنا لا أتحدث عن إضافة الهرمونات في الطعام، لا أتحدث عن التلاعب في الجينات وتغيير جينات الطعام، لا أتحدث عن المبيدات الحشرية، كل واحدة عبارة عن مشكلة لوحدها، أنا فقط أتحدث عن إضافة السماد الكيماوي، خصوصا السماد الكيماوي فيه فوسفور الذي يزيد حموضة التربة والذي يساهم في قتل بكتيريا التربة وديدان الأرض، هذا الذي يغير الدورة الطبيعية سبحان الله للنباتات. أتحدث فقط عن هذا وتأثيره الصحي، ماذا يمكن أن يحدث؟ وليش عندنا تساقط في الشعر في المنطقة الأمامية في الرأس؟ ولذلك نحن في الغذاء الميزان نريد أن نصيب السبب، ليس الموضوع أختي أعطيك زيوت ولا تدهني شعرك ولا أعطيك حديد لك، أبدا. أنا إذا لم أعرف السبب ولم أصبه، والله لو أعطيك صيدلية كاملة حيبقى تساقط شعر في المنطقة الأمامية عندك ولن نستفيد شيئا. ولذلك إخواني أخواتي ارجعوا إلى موقعنا balancecure.com، في قسم اسمه الغذاء الميزان، بدينا إحنا ننزل في فلسفة الغذاء الميزان، كيف نفهم وفقا لأسس علم التغذية في القرآن، كيف نفهم خلل القوانين. الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يغيرون، يعني هذا المعنى. وذلك الآية الثانية تفسر سورة طه، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب، تاب يعني رجع وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والتوبة هنا عن الطغيان في الطعام، والطغيان في اللغة مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد هي في كل شيء، في نوع الطعام وفي مقدار الطعام وفي توقيت الطعام وفي كيفية الطعام وفي كيفية المعيشة والصحو والنوم. وهذا ما يركز عليه القرآن عندما قال هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. الناس وين تسكن الآن؟ الناس في المطاعم في الليل وبتمشوا وعلى البحر، والساعة 12 ووحدة وتنتين في الليل، ولا سكن ولا شيء، كسر قانونا إلهيا، الله بقول له اكسر زي ما بدك، ولكن تحمل النتائج. لما يصير عندك اختي اضطراب هرموني ما تقول لي صار معي اضطراب هرموني، هذا نظام دوراني، هلا بدنا نحكي عنه ونحكي كيف عمليه الاصلاح مرتبطه بقانون الهي شامل، نظام الدوران، نظام كيبلر، قانون كيبلر الذي تدور به الكواكب حول الشمس موجود في جسمك يا اختي وفي جسمك يا اخي. الله يقول وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم، نفس الآيات، أفلا تبصرون؟ هنشوف إن شاء الله وحنذكر ذلك بالتفصيل. ولذلك نحن نرى ببساطة إن كيسات المبيض
اجت اول دوره انتفخ هذا الجريد، مفروض يصل الى سطح المبيض ينفجر، لم ينفجر لانه العناصر غير كافيه، فتوقف عند حد معين. في الدوره اللي بعدها طلع عندي انا بويضه اخرى مع جريب جديد، وصلت الى حد معين ايضا العناصر لا تكفي فتوقفت. في المرحله الثالثه او في الشهر الثالث بويضه ثالثه ايضا لم تنفجر، بويضه رابعه، بويضه خمسه، ننظر الى المبيض فاذا به كيسات كثيره غير منفجره. طيب هنا تبدا المشكله، الكيس الاول فيه استروجين وبنفس الوقت يعني هذا لم ينفجر، بقي الاستروجين. الكيس الثاني ايضا فيه استروجين، الكيس الثالث يبدا يحدث خلل هرموني. وانا دائما اقول والله يا جماعه، يعني كثير من الاطباء يمكن لا يصدقوني، ولكن انتم لاحظوا هذه الملاحظه، لما يكون خلل في الغده الدرقيه تالله انه الخلل مش بس في الدرقيه، في كل الغدد الاخرى. لما يكون في خلل في المبيض هو خلل في كل الغدد الاخرى. كثير من النساء لا يحمل مش عشان عندها مشكله في المبيض، ببساطه عشان عندها قصور في الغده الدرقيه او عندها زياده في افراز هرمون النمو. ولذلك خلل هرموني واحد، والهرمونات هون اذكر اسمها جزيئات مركزيه، يعني الجزيء الهرموني الواحد يؤثر على 100 مليون تفاعل. احنا بنعرف الهرمون بيجي بيرتبط مع سطح الخليه مع جي بروتين، الجي بروتين بنشط 10 ادينيلات سيكليز، الادينيلات سيكلي عفوا جي بروتين بنشط عفوا الهرمون بنشط بيرتبط مع المستقبل بنشط 10 جي بروتين، كل جي بروتين بنشط 750 ادينيلات سيكلاز، كل واحد من هدول بنشط 10000 الفوسفاتاز. فإحنا بمتوالي هندسي فظيعة، الجزيء الهرموني الواحد يؤثر على 100 مليون تفاعل. ولذلك الهرمونات لا تقاس بالمليغرام إنما بالمايكروغرام أو النانوغرام أو بالبيكوغرام، لأنه بتأثير بسيط. وإذاك بدك تتخيل كيس تجمع فيه عدد هائل من جزيئات الإستروجين الهرمون الفظيع العظيم هذا القوي التأثير، لن يبقى الوضع هيك، حتختل النظام الهرموني. ولذلك لوحظ انه النساء اللواتي يعانين من كيسات المبيض يترافق ذلك مع زياده في افراز هرمون الحليب من الغده النخاميه، 2 يترافق ذلك مع قصور الغده الدرقيه، 3 يترافق ذلك مع مقاومه الانسولين للانسولين. طيب مش بس هيك، هلا الان احنا الجسم بده يفجر هذا البويضه ويعني يحول للمرحله الثانيه عشان يطلع البروجسترون اللي هو الجزء الثاني، فيبدا الجونادوتروبين ريليسينج هرمون اللي هو جاي من تحت المهاد يؤثر على الغده النخاميه لزياده افراز ال LH. لاحظوا الخلل الكبير، هو خربطت ايش؟ اول شيء استروجين، شو ضرب معنا؟ البرولاكتين، وايش كمان؟ الغده الدرقيه، وايش كمان؟ الانسولين. وذلك دائما اي خلل هرموني، انظر احنا في نظام الغذاء الميزان ليش ننجح؟ لما يجي اخت مثلا تقول لي انا عندي خلل في المبيض، انا لا اعالج المبيض فقط، انا انظر الى كل الغدد المجتمعه. واحد عنده ضعف في هرمون التستوستيرون وما بيخلف وكذا، لا انظر الى الخصيتين فقط، انظر الى تحت المهاد والغده النخاميه والغده الدرقيه وجارات الدرقيه والغده الصعطريه والبنكرياس والادرينال جلاند اللي الغده الكظريه فوق الكلى والخصيتين جميعا. ليش؟ النظام الهرموني مترابط، قلنا مثل البورصه، اذا ضربت البورصه في نيويورك في دبي انا بتاثر، في نوكاي في اليابان يتاثر، وهكذا سبحان الله. ولذلك احنا اذا اردنا ان نصيب الداء وبدل ما نضل نستخدم ادويه ومش عارف ايش وللشعر وبس نوقف يرجع الشعر يتصق، عالج السبب اخي، اصيب الداء فتنجح باذن الله، اما هيك تبقى ما بدي تستفيد. طيب ماذا نفعل احنا الان؟ لاحظوا بيزيد افراز ال LH، ال LH هذا بيبدا هذا الاستروجين الموجود في المبيض يتحول الى اندروجين، ويبدا عندنا هرمون ذكري اللي هو التستوستيرون، فتبدا كل مظاهر الذكوره في جسم المراه الانثوي تظهر. 1 تساقط الشعر في منطقة الصلع فقط عند الذكور، يعني بقيت شعرها من هون من هون كله قوي ما شاء الله ما عندها مشكلة. 2 هذا الهرمون الذكوري يؤثر على الحبال الصوتية، فبدل ما هو صوت المرأة ناعم بسبب انه الحبال الصوتية رفيعة وترددها عالي فبتعطي صوت ناعم، لا،
تصبح هذه تحت تأثير هذا الهرمون الذكوري أكثر سماكة مثل الحبال الصوتية عند الرجل. وبعض النساء بيبدأ صوتها يخشن. ثلاثة، تحت تأثير هرمون التستوستيرون زي ما حكينا في حلقة الخمسة هيدروكسي تستوستيرون يؤدي إلى حدوث حب الشباب. في على فكرة في يوم كثير ناس يعني وجدت أنا عدد هائل من الأسئلة يسأل عن حب الشباب، فإن شاء الله في يوم من الأيام سنخبركم بإذن الله، سيكون عندنا حلقة عن حب الشباب بإذن الله سبحانه وتعالى نشرحها بالتفصيل وكيف ممكن أن نتخلص من هذه الآفة دون استخدام فيتامين A بجرعات عالية الذي يحمل تأثيرات سمية على الكبد، وكثير من الناس بيصيبهم مشاكل بالكبد بسبب استخدام هذا الفيتامين بجرعات عالية من أجل علاج حب الشباب دون علاج السبب، يعني هو يعالج العرض دون علاج السبب. لا أخي، أصب الداء أصبه تماما خلاص يبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا بفضل الله ما يحدث معنا. ولذلك نحن الآن نجمع ونريد، يعني في الحقيقة نريد يعني هذا النجاح الحمد لله اللي الله وفقنا فيه ينتشر. ولذلك إحنا بدأنا الآن بالتعاون مع جامعة ويستمينستر بعمل دراسات للنشر. عندنا بعض الحالات كيس ريبورت أو كيس ستدي، يعني حالات هيك صغيرة، ثم إحنا سنبدأ نعمم دبل بلايند ستدي وكوهورت ستدي أوردي. الآن عندنا داتا كبيرة بنتائج طيبة بإذن الله، هذه ممكن تكون نقطة أولى لانطلاق نوع من الستدي بسموه كوهورت ستدي، معتمدة على جمع البيانات، سواء البيانات اللي سجلت في الماضي أو حتى البيانات التي ستسجل. يعني أنا بكون محضر حالي إنه أسجل بيانات، وبكون عندي ملاحظة إنه هذا الشخص كان قبلا هكذا، وعندما طبق عليه هذا المتغير أصبح هكذا، أي في حالة تحسن بنسبة كذا كذا حسب عدد المرضى التي يعني يطبقون أو يتبعون هذه الطريقة. طبعا بيكون في كل دراسة في معايير للضبط، إحنا بنكون عاملين exclusion criteria و inclusion criteria، يعني إحنا ما يجوز حدا طبق أو حدا ما طبق نحطهم كلهم مع بعض، أو ما بيجوز في بيكون الناس عندها متغيرات معينة قد تؤثر على النتيجة، فهدول بنعملهم exclusion، يعني بنطلعهم برا الدراسة من البداية دون أن يشعرهم بذلك. طيب، ولذلك الذي يحدث الآن إنه بصير عندنا زيادة في إفراز الـ LH، زيادة في مقاومة مستقبلات الأنسولين للأنسولين، عشان هيك بيستخدموا دواء الميتفورمين اللي هو خاطر للسكر بيستخدموه في الطب الحديث، ولكن ليس هذا المشكلة، لا أريد أن أعالج العرض، أريد أن أعالج السبب. تمام؟ وبنفس الوقت قلنا بصير زيادة إفراز الهرمون الذكوري. هذا الهرمون الذكوري بيعمل عند المرأة سمنة جذعية، سمنة جذعية إيش؟ زي الرجل لما يسمن تحت تأثير الهرمون الذكري، من وين يسمن؟ بالجذع، صدره وبطنه طلع له كرش. المرأة عندما تسمن تحت تأثير الهرمون الإستروجين تسمن في الحوض وضل خسرها صغير، يعني ما بده يكبر خسرها إلا في المراحل المتقدمة لما بصير سمنة فوق 30 كيلو، فبصير حوضها كتير كتير فبيبدأ يترسب شوي في البطن. ولكن المرأة لو يعني مش المفروض يطلع لها كرش أبدا أبدا. بعض النساء تحت تأثير الهرمون الذكوري بيبدأ يطلع لها شارب ولحية وشعر في الوجه وشعر في الصدر لا ينبغي أن يطلع، أو بتزيد بتلاحظ زيادة في الشعر في الجسم بشكل فظيع. يعني طبعا هو كل حدا عنده شعر في جسمه، ولكن بصير بدل ما هو كان الشعر ناعم الصغير الأشقر عند المرأة بصير شعر ذكوري أسود خشن، إضافة إلى حب الشباب إلى آخره سبحان الله. والسمنة الجذعية وكثير من هؤلاء النساء بسبب مقاومة الأنسولين للأنسولين بيصير عندها سكري أيضا. طيب، والمشكلة وين؟ تساقط الشعر في منطقة صلع عند الذكور هي التي قادتنا إلى ذلك. على فكرة قبل أن أنسى، الآن إذا بتلاحظوا هذا الفيديو أنا
في التعليق في الأعلى وضعت رابط الحلقة. هذه الحلقة أنا سجلتها سابقا موجودة على اليوتيوب، إلا أنه أنا في هذه الحلقة فصلت شوي أكثر، ولكن من أراد أن يرجع إلى الحلقة، حلقتنا موجودة على اليوتيوب، وهناك مجموعة هائلة من الحلقات برضو على اليوتيوب تتحدث عن الاكتئاب، تتحدث عن القولون وهكذا. ونحن كما اتفقنا إخوتي الآن سنعمل التالي، يعني لأنه وجدت أنه عدد كبير من الأسئلة تأتي وتتكرر، وفي كل حلقة أعيد جواب نفس السؤال. لا، إحنا الآن سنجد أن الأسئلة التي تتكرر أكثر هذه سنبدأ فيها، سنشرح الموضوع موضوع. وأنا عملت طريقة حلوة جدا. إيش هي الطريقة هذه؟ بدأت أجمع كل أسئلة الناس التي تتعلق بموضوع واحد. يعني بعض الناس عندهم قولون بس عندهم قولون مع إمساك، بعض الناس عندهم قولون مع إسهال، بعض الناس عندهم قولون مع مخاط، بعض الناس عندهم قولون مع اكتئاب، بعض الناس عندهم قولون مع صداع الشقيقة وهكذا. بعض الناس ما عندهم صداع شقيقة بس عنده قولون، أو ما عنده مخاط بس عنده مثلا اكتئاب أو قلق أو وسواس إلى آخره مع القولون وهكذا. فأنا مش سويت كل شيء ممكن ومحتمل إنه ينسأل عنه في القولون، جهزته بحيث إحنا عملنا حلقة فعليا هي حلقة طويلة جدا حوالي 4 ساعات. حنجعل الجزء الأول مفتوح، وكل من يريد أن يشترك بنظام الغذاء الميزان ويأخذ هذه المنتجات ونمط الحياة سنزوده بإذن الله من خلال 10 مراحل، كل مرحلة يأتي فيها نص ساعة بنمط الحياة المثالي الكامل للقولون العصبي، ومثله الاكتئاب، ومثله المبيض متعدد الكساء، ومثله قصور الغدة الدرقية، ومثله زيادة نشاط الغدة الدرقية وهكذا. فكل مرة نتناول موضوع نجمع كل الأسئلة التي وردت عليه ثم نجيبها كاملة في فيلم واحد. يبقى الآن استثناءات، يعني ممكن واحد يخطر في باله سؤال يعني ما أجبنا عليه، وهذا احتمال قليل جدا، يرسل لي وأنا أجاوبه بإذن الله على هذا السؤال. وسنثبت المواضيع في الموقع، حتيجي مثلا قسم القلوب بتشوف وموثق. موثق إحنا إيش أخرنا في تنزيل هذه الأفلام إخواني أخواتي؟ التوثيق. كل كلمة كل جملة نضعها نوثقها في مصدر الدراسات العلمية التي نشرت به في المجلة العلمية العالمة، ونضع اللينك. يعني حتى بعض الأطباء يستغرب هذه الطريقة، نقول أخي إحنا بيننا وبينك العلم والمنطق، تفضل اضغط الرابط. وحتى تركنا تحت كل موضوع تعليق، ولذلك أنا بطلب من إخواني وأخواتي يدخل على مواضيعنا على موقعنا balancecure.com على الصفحة الرئيسية وغيرها من الصفحات، مليانة مواضيع، فوق 200 موضوع صار عندنا لحد الآن، كل موضوع موثق وتحته تعليق. علق إذا لم يعجبك علق، ولكن علق بعلم، يعني أعطيني الدليل العلمي فمنكم نتعلم ونستفيد. بهذه الطريقة نستطيع أن نثري أنفسنا ونعلم الآخر. طيب، ولذلك لاحظوا كيف النظام الهرموني مترابط. عشان هيك الطب الحديث يقول لك والله ما في شفاء في البوليسيستيك أوفري، وإحنا ممكن ببساطة نعطي الألدوستيرون وبنعطي موانع الحمل الفموية، وأنا أرى إنه هذا يزيد الاضطراب الهرموني يزيده بالله. وأنا متأكد إنه كثير من إخواني وأخواتي المتخصصين في الطب النسائي يعني يعرفون إنه أحيانا بيكون استجابة سلبية باستخدام طبعا أهم مشكلة اضطراب في الدورة، نسيت أحكيها، اضطراب في الدورة الشهرية عند المرأة، وغزارة بصير فيها غزارة في النزف والعقم. عدد كبير من النساء عندهم مشكلة في العقم بسبب المبيض متعدد الكساء، لم يعد هناك إباضة. ما هو كيف بتصير الحمل؟ لازم يكون في نطفة، وفي بويضة انفجرت وصلت إلى سطح المبيض وكبرت وكاملة العناصر وقوية وقابلة للتلقيح، ويأتي الحيوان المني ولقاح. طب أنا لسه البويضة لم تصل الحجم ولم تصل كافية ولم ينفجر الجري، هذه مشكلة، فلا يوجد إباضة، فإذا المرأة تصاب بالعقم. وهذا ماذا نفعل؟ نحن ببساطة نعطي خلاصات عشبية غذائية غنية بالعقم. خلاصة، نأخذ كمية كبيرة من العشبة حتى تخرج في خلاصة مركزة في ملعقة أو ملعقتين. طب ما هي الأنواع التي نستخدمها؟ نعم، الأنواع التي أثبتت الدراسات أن لها تأثيرا هرمونيا وتحتوي على العناصر التي يحتاجها المبيض اللي ذكرناها في البداية، منها الكبريت، منها السيلينوم، منها الزنك، منها الحديد، سبحان الله، والفوسفور على فكرة، هذا من العناصر الأساسية يحتاجها المبيض، والخصيتين على فكرة. ولذلك إحنا منكون حريصين على أن الغذاء أو الأعشاب هذه أو الخلاصات حريصة بهذه العناصر. طيب ما هي من الأعشاب؟ نستخدم زيت وخل الميرامين.
طب ليش مش زيت الميرامية أو خل الميرامية الحلو؟ قلنا نحن أن نريد أن تكون العشبة كاملة موزونة بكافة عناصرها، فنستخلص كافة المواد الذوابة في الماء، نسميها الخلاصة المائية الموجودة في العشبة، ونحفظها في الخل الطبيعي، وكافة المواد الذوابة في الزيت ونحفظها في زيت الزيتون البكر الطبيعي. وإحنا الآن أصلاً هذا هو منتج طعامي، يعني طعام بنحط على السلطة على الأكل، ولكن نطلب من الشخص أن يأكله بدورية محددة حتى تتعود العناصر. نعود فنقول خلايا الجسم ستتبدل باستمرار، ولكن مع تبدل دورة الخلايا لخلايا المبيض ودخول العناصر التي يحتاجها المبيض، نحن نتوقع أن تصبح البويضة ويصبح المبيض وخلايا المبيض أكثر قدرة واستجابة على الـ FSH، ومن ثم هذه الجريبات اللي ظلت واقفة معطلة ولما تبدأ تكبر وتنفجر واحدة وراء الثانية. وذلك إحنا نتوقع عادة في التحسن أن يحدث عدة إباضات متتالية، لأنه كان في عدة أكياس معطلة ولم تصل، ثم مع إعطاء العناصر تعطلت. وبدأ الـ بإذن الله سبحانه وتعالى الإستروجين ينزل، نزول الإستروجين معناته نقص الجونادوتروبين ريليسينج هرمون، ومن ثم نقص الـ LH، ومن ثم تحسن بشكل كبير على كافة أنواع الغدد الأخرى، منها البرولاكتين، منها الغدة الدرقية، منها السمنة، ومنها نقص مقاومة الأنسولين للأنسولين وحدوث السمنة والسمنة الجذعية كما ذكرنا. طيب هل هذا يكفي؟ لا، هذا الموضوع اللي سأطرحه الآن كان نقطة أحد الأبحاث اللي قدمتها في رسالة الماجستير في جامعة الطب البديل في جامعة وستمنستر في بريطانيا. كان الهدف أنا الصراحة حقيقة أن أثبت هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أنا لم أخبر البروفيسورة اللي كانت مشرفة علي أنه هذه آية في القرآن، ولكن قلت أنا أريد أن أعمل بحث بأوقات معينة تأثير أوقات الطعام وليس نوع الطعام وليس مقدار الطعام على الجسم وعلى النظام الهرموني، وفيما بعد طبعا اكتشفنا على النظام المناعي والنظام النفسي اللي عنده اكتئاب وكذا، هذا الكلام كتير بهمه. طيب وعلى السرطان، تأثير مضاد للسرطان، لأنه الميلاتونين سنتحدث عنه فيما بعد له تأثير عظيم ورهيب مضاد للسرطان بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا فعلنا؟ أنا عملت شيء اسمه سيستماتيك ريفيو، يعني البحث تبعي قررت أن أقدمه. أول شيء اقترحت علي دبل بلايند ستادي، بعد قلت لها لا يعني حيكون مكلف وكذا وما بدناش نكلف الجامعة، ولكن خلينا احنا نعمل سيستماتيك ريفيو. وأنا حقيقة كنت متقصد أن أعمل سيستماتيك ريفيو. إيش هي سيستماتيك ريفيو؟ ريفيو مراجعة ولكن منهجية، نجمع كل الأبحاث الموجودة في العالم باللغة الإنجليزية التي تتحدث عن أوقات الطعام وليس عن مقدار الطعام أو نوع الطعام، بس التوقيت، ونحلل بشكل منهجي كيف جمعت الداتا، هل العينات كانت كافية، هل البلايندينج كان واضح. البلايندينج يعني اللي هو أنه مجموعتين وأنا يكون في عشوائية، يعني لا المريض بيعرف إيش بيأخذ ولا الطبيب اللي بيعالجه بيعرف إيش بيعطيه، حتى نتجنب التأثير النفسي أو تأثير البلاسيبو وهكذا. هل النتائج جمعت بشكل صحيح، هل المعادلة الإحصائية متوافقة مع هذه الطريقة ولا كان في معادلة إحصائية أفضل، وهكذا بنعمل مراجعة شاملة نقيم فيها كل الدراسات بشكل منهجي مع بعض البعض، وفي النهاية نخرج بنتيجة. ولذلك السيستماتيك ريفيو يعتبر من أقوى الدراسات على الإطلاق. ليش؟ لأنه ما في تعصب، أزلنا التعصب. عادة إذا واحد متعصب لفكرة سبحان الله بروح بحاول يضبط النتائج زي ما هو يعتقد، ممكن يغير شوي وممكن ملاحظته ما تكون دقيقة في هذا إلى آخر. ولكن انت لما تجمع دراسة من السويد وواحدة من اليابان وخمسة من بريطانيا وثلاثة من هولندا وعشرة من امريكا وسبعة من كندا ومش عارف وين في البرازيل اجريت، وكل هذول، طب هذول ايش علاقتهم مع بعض؟ ما لهم علاقة مع بعض، يعني هذول اكيد مراكز الابحاث مش متفقين مع بعض. فلما تجمع وتجد في نتائج مشتركة بين هذه الدراسات كلها مجتمعة، وتقول بدل ما انا اشوف دراسة واحدة اجريت على 100 شخص، أنا جمعت مثلا أكثر من 200 دراسة أجريت على 10,000 شخص، فالنتيجة أقوى بكثير، لأنه هي خلاصات كل هذه الدراسات وخرجنا بالأشياء المشتركة من النتائج في هذه Common Systematic Review. عرفتوا ليش هي قوية وهكذا. طيب الآن واحدة من الدراسات تشير
اللي احنا جمعنا. انه طبعا مش شرط دراسات، يعني كان في دراسات جمعت عن النظام الهرموني والنظام المناعي وكذا، لانه تضطر انت عشان في فكره معينه تجمع دراسات اخرى. ولكن خلاصه الموضوع، اكتشفنا انه النظام الهرموني دوري. احنا بنعرف هذا الكلام بس بدي اكد على هذه المعلومه. كيف؟ عند المراه ايش اسمها؟ الدوره الشهريه. الانسولين الذي يفرز من البنكرياس دورته 24 ساعه، اعلى في قمه في افراز طبعا، اقل قمه مساء. الكورتيزون، كورتيزول باللام، لان الكورتيزون بالنون هو الهرمون الصناعي، الكورتيزول هو الطبيعي الذي يفرز من الغده الكظريه، ايضا دورته 24 ساعه، اعلى قمه في افراز صباحا، اقل قمه مساء. هرمون النمو دورته 24 ساعه، اعلى قمه افرازه بين الساعه 2 و4 الصبح. هرمون الميلاتونين ايضا دورته 24 ساعه، اقل فتره في افرازه تقريبا من 6 ل 7 صباح ل 9 صباحا، واعلى فتره هو تقريبا من الميد نايت لحوالي الساعه 3 صباحا، هكذا تقول الدراسه. اذا كل الهرمونات هذه دورات. الدراسه تؤكد انه اي هرمون، انتبهوا، لا يحقق دورته، لا يحقق مفعوله. يعني لو الهرمون وصل الى نصف القمه ونصف القاع بيديك نصف المفعول تبعه، حتى لو تركيزه طبيعي في الجسم، ولكن الفاريشن تبعه لم يصل الى الفاريشن المثالي اللي هو اعلى قمه واقل قاع. فهذا عدم الفاريشن بينقص من فعاليه الهرمون. حتى سبحان الله، اذا الهرمون وصل ربع القمه ربع القاع بيعطيك ربع المفعول. وين نشوف الكلام هذا؟ شوفوا كثير، مريض قصور الغده الدرقيه على سبيل المثال، بيجي مريض يقول انا دكتور اكتشفوا معي قصور غده درقيه، بنفحص والله تي اس اتش عنده نازل، عفوا تي اس اتش عنده طالع، عنده قصور الغده الدرقيه، والتي 3 فري تي 3 فري تي 4 كله نازلين. طيب بنقول له هذا الثايروكسين تفضل، بعد اربع شهور بتراجعنا، والله بياخذ الثايروكسين بعد اربع شهور، نفحص له تي اس اتش تي 3 تي 4 بقول له انت نورمال ممتاز. يقول دكتور وين نورمال؟ انا مش نورمال. غير صحيح هذا الكلام، ما زالت بروده الاطراف عندي، ما زال الامساك الشديد، الوزن الزايد الفظيع اللي بيصيبني، انا وزني بموت حالي بالرياضه وحارم حالي من الاكل، الوزن مش راضي ينزل، جفاف الجلد، خمول، بنام 12 الى 14 ساعه في اليوم، تساقط الشعر، كل اعراض قصور الغده الدرقيه موجوده عنده. بالرغم انه هو بياخذ الثايروكسين، وبالرغم انه الثايروكسين عمال بيعطيني معدل طبيعي، والتي اس اتش اللي هو الاستجابه للثايروكسين بيعطيني معدل طبيعي. طب ليش غير فعال؟ لانه انا ارى انه هذا الهرمون الخارجي لا يخضع للدوره الطبيعيه، فهو اقل فعاليه، بيعطيني النص او ثلث او ربع او ثلاث ارباع مفعول حقيقي. يتحسن المريض جزئيا ولكن يبقى عدد كبير من الاعراض، وكثير من اطباء الغديه بيشاركوني هذا الكلام، بيكون شايف انه مريضه نورمال بس لسه المريض بيشكي من السمنه وبيشكي من زياده الوزن وبيشكي من الخمول والتعب، يعني كانه هذا الهرمون اخذه غير فعال 100%. زي مريض السكر بياخذ هرمون الانسولين ولكن ما بيستجيب، بيضل السكر طالع 200 و300 و150 ليش؟ ولذلك اكتشف العلماء انه افضل البرامج الغذائيه او افضل شيء نعمل مضخه انسولين. يعني بنجيب على ايد المريض نزرع له مضخه، هذه المضخه اوتوماتيك تحقن الانسولين بنفس الدوريه الطبيعيه للجسم، فاذا فعلنا ذلك ضبط السكري بشكل ممتاز جدا واعلى من احسن طريقه اخرى اللي هي بكون فيها حقن او ما شابه. ليش؟ لاننا حققنا الدوريه المطلوبه للانسولين. ولكن مضخه الانسولين مضخه خطره، يعني بمعنى لا يجب ان تعطى لاي شخص، يجب انه الشخص يكون من النوع الملتزم والمتابع والدقيق. لبعض الناس مهملين، يعني بحط لها مفروض في وجبه في الوقت يقول لك يلا بعدين باكلها، ما في بعدين، بدك تاكل بدقه متناهيه، والا حيعطيك المضخه شوت ويصير عندك هبوط في السكر ويغمى عليك وانت لانك ما اكلت. واذا قالوا احنا لا نزرع مضخه الانسولين الا للناس اللي يعني عندهم انتباه شديد ومراعين ومنضبطين وعندهم التزام وعارفين انه ممكن يطبقوا ويحافظوا. شوف سبحان الله. طيب ولذلك احنا الان طبقنا القاعده الغذائيه القرانيه، وهنا ياتي اعجاز القران الكريم. القاعده ايش تقول؟ يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. تشير الايه الى خمس وجبات
فيما بعد اكتشفنا وجبة سادسة أيضا، لأنه عندي بين الفجر والظهر فترة طويلة حوالي 9 ساعات، وهناك صلاة الضحى سنة مؤكدة، فإحنا بيكون عندنا هون بين الفجر والظهر في عندي وجبة، والوجبات صغيرة لأن الآية تقول لا تسرف. المذهل في الموضوع أنه من يتأمل ذلك يفاجأ إنه إحنا منصلي في أوقات مرتبطة بحركة الشمس الرئيسية الفاصلة، يعني الفجر هو الفاصل بين الليل والنهار، المغرب هو الفاصل بين النهار والليل، الظهر عندما تكون الشمس في وسط السماء هو فاصل بين ظلك يمين أو ظلك يسار، العصر هو الفاصل بينك وبين طول ظلك، قبل العصر ظلك أقصر، بعد العصر ظلك أطول، العشاء هو الفاصل بين بقايا الضوء والعتمة الكلية عندما يغيب آخر شعاع من الشمس اللي احنا بنسميه هذا الشفق الأحمر، صح ولا لا؟ طيب الآن العلم الحديث يثبت ويشير ويؤكد إلى وجود غدة في أعلى الدماغ، أعلى من الغدة النخامية، يعني الغدة النخامية تأتي في أسفل الدماغ، هذه تأتي أعلى منها عند التقاء الجسم الجاسئ اللي هو الجسم اللي يصل بين نصفين كرتين مخيطين، في خلفه هناك غدة تشبه حبة الصنوبر، من أجل هذا أطلق عليه العلماء اسم الغدة الصنوبرية. ممتاز. هذه الغدة فيها جينين يعملان اسمهم تايمليس وبيريود، هذول الجينين بيخلوا هذه الغدة تعرف دورة الليل والنهار بالدقيقة وبالثانية، يعني حتى لو بدأ نهارك يطول في الصيف تبدأ هذه الغدة بتغير دورتها مع زيادة طول النهار، طيب بدأ نهارك يقصر في الشتاء تبدأ هذه الغدة تغير طولها برضو بنفس الطريقة، رحت انت سافرت في شمال الكرة الأرضية أو جنوب الكرة الأرضية تغير مكانك وتغير زمان نهارك أو زمان ليلك، هي هذه الغدة تستطيع أن تعرف متى جاء الليل ومتى جاء النهار، وأنا أعتقد تستطيع أن تعرف متى جاء الظهر ومتى جاء العصر ومتى جاء المغرب، والله تعالى أعلم. إمتى منحس فيها؟ لما نسافر بسرعة، يعني أنت مثلا الآن خنقول أنت في عمان أو في الهند سافرت على أمريكا بسرعة، لما تسافر بسرعة تأتي في الليل بأمريكا مش عارف تنام، تخربط الساعة البيولوجية تبعتك، طيب وبيجي من هار بتحس حالك راسك ثقيل وصداع ونعسان وحالتك حال، وين 3-4 أيام تبدأ الغدة تدور ما الذي حدث، أنا سافرت بسرعة، تغير التوقيت، تبدأ تبحث أين الليل أين الليل، هذا هو الليل، أمسكت الليل، أين النهار أين النهار، هذا هو النهار، أمسكت النهار، وتعيد برمجة حالها. ولذلك بيطلع هذا بسموه الجيت لاج، الجيت لاج اللي هو تأخر في الساعة البيولوجية بسبب السفر السريع، الجيت طيارة يعني. طيب ولذلك المنتخبات الرياضية يقول لها انتبهوا، لما عندك بطولة وانت جاي من اليابان إلى البرازيل حيكون فرق كبير في التوقيت، ما تجي قبل 2-3 أيام، لأنه بين ما تتكيف الساعة البيولوجية وانت صيبك خمول ونعس والفريق الأمامك هو عايش في البرازيل فمستعد ممتاز وانت جاي من اليابان جسمك صاب خمول، والفروق الآن بين الناس في التنافسات الرياضية بأجزاء وأعشار من الثانية، يعني الفروق متناهية جدا في الدقة. وعلى فكرة في الدورة الأخيرة في البرازيل اكتشفوا أن حجامة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أمر فيها صلى الله عليه وسلم في الحديث جبريل يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم مر أمتك بالحجامة يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الحجامة تطرح السموم التي تثبط التفاعلات الحيوية الكيميائية، فلما أنا تطلع السموم من خارج الجسم يصبح الجسم أكثر نشاطا، هناك عشرات الدراسات سننزل هذه الدراسات كلها في الموقع. وذلك إخواني وأخواتي الآن إحنا نطلب من حضراتكم اللي مهتم بهذه المواضيع وستأتيه موثقة يدخل بس يسجل، يعني إحنا عنا في الموقع حاطين الاشتراك بالقائمة البريدية، حط إيميلك بس وإيميل صحيح تبدأ تجيك المواضيع. طبعا لحد الآن يمكن كمان 4-5 أيام أخبروني المبرمجين إنه هذه الخاصية ستتفعل، ولكن من الآن لو وضعت إيميلك بس تشتغل، نزلنا 5 مواضيع في اليوم ستصلك، اقرأ ما تشاء واترك ما تشاء، وهكذا نحن نريد أن نصنع ثقافة علمية مبنية على أسس علمية التغذية بالقرآن وبالبرهان والدليل العلمي، فالقرآن لا يخالف العلم أبدا. المهم ولذلك هذول الرياضيين يقول لك لا سافر قبل 2-3 أسابيع بيرتاح جسمك وبيتعود على الساعة البيولوجية ومن ثم بيكون أداءك ممتاز، وأنا أرى والله تعالى أعلم أن الله سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم لست متأكدا أشار لها في القرآن عندما قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، طبعا
طب أين هذا الكتاب؟ هل هو عند الله؟ قد يكون، وقد يكون هذا الكتاب الموجود في أدمغتنا اللي اسمه الغدة الصنوبرية، لأنه أجدادنا زمان لا عنده منبه، ما عنده موبايل، ما عنده آيفون، ما عنده آيباد، ما عنده كل الأشياء هذه. يقول بدي أصحى الفجر، ما حد يصحي قبل 5 دقائق من الفجر، له صح. ينام الظهر يقول بدي أصحى العصر، ما حد يصحي قبل 4-5 دقائق من العصر، ولا هو صح. أنت نفسك الآن لو عندك مشوار مهم، أو عندك أختي مشوار مهم، أو موعد في غاية الأهمية، شوفي حالك صحيتي والله قبل ما يرن الموبايل أو المنبه، أنت تطفي المنبه بإيدك قبل أن يرن. سبحان الله. طبعا كيف عرفتي؟ في ساعة بيولوجية جوا عندك. طيب هذه الساعة البيولوجية لها دور عظيم جدا. نحن وجدنا تناول الطعام في أوقات حركة الشمس الرئيسية التي تخضع لها الغدة الصنوبرية سينظم المحيط. لماذا؟ وجدوا في دراسة أجريت على الفئران، وبعدين فيما بعد دراسات أجريت على الناس، إنه الضابط الوحيد في حال غياب يعني الشمس مش موجودة والليل مش موجود، الضابط الوحيد للخلايا في المحيط هو تناول الطعام، توقيت تناول الطعام. هذا يولد جينات في المحيط، ومن ثم عندما أبدأ أتناول الطعام بدورية محددة حددها القرآن، مرتبطة مع حركة وقانون دوران حركة الشمس، وهي ظاهرة كونية أمرني الله بها. الآية جاءت بصيغة الأمر، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا أمر، واشربوا، ولا تسرفوا، أوامر ونواهي مش خيارات. تمام؟ عندما نبدأ، على فكرة يعني حتى حدا ما يدخل معي بهذا الموضوع، هذه الآية أنزلت بسبب امرأة طافت عارية حول الكعبة. تمام؟ ولكن إحنا بنرجع قلنا نتبع قواعد التدبر الأمثل، هذا كان سبب النزول. إحنا نمرر فهمنا هذا على 40 قاعدة من قواعد التدبر اعتمدها المنهج والسلف الصالح، وإذا مرت على هذه الفلاتر وعدت نقبلها، وإذا أي فلتر من الفلاتر أوقف نقول لا نأخذ بها، حتى لا يفسر القرآن على كيف كل واحد. وأنا طبعا حكون في الموقع إن شاء الله نشرح المنهجية، يعني إحنا أهم من المعلومة اللي أنا بعطيك إياها المنهجية كيف وصلنا لها، لأنه هذه المنهجية تساعد الناس بتفكير بشكل علمي منهجي صحيح، بدل ما في تخبيصات كثيرة. وأنا بشوف ناس كثير تطلع على اليوتيوب وتفسر القرآن زي ما بدها، ومرات تدخل في قضايا عقائدية وشركية دون أن يدري، لأنه بفسر القرآن على هواه وليس عنده علم شرعي أو تأصيل حتى يستطيع أن يفهم أنه هو مثلا فسر اللغة العربية بشكل صحيح أو خاطئ، أو مثلا خالف قواعد التدبر الأمثل، خالف أسباب النزول، يعني ما عنده، ويعتقد أنه تفسيره صحيح وهو غير ذلك. طيب وذلك إحنا نقول في بصير توافق بين المركز الغدة الصنوبرية والمحيط، بحيث أنه الجينات تتناغم مع بعضها البعض، والتناغم بيخلي الجسم على الموجات، إحنا عندنا موجات للنظام الاستقلابي. الله يقول في القرآن هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل إيش تسكنون فيه، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. حتى الجسم من ناحية استقلابية هرمونية مقسم بين الليل والنهار. وهون أنا بدي أركز على الناس اللي عندهم زيادة في الوزن. لما إحنا نطبق القاعدة القرآنية، إحنا عندنا 6 وجبات، 5 من هذه 6 في النهار، فجر، ضحى، ظهر، عصر، مغرب في النهار. الوجبة الوحيدة في الليل إيش؟ وجبة العشاء، ليس في آخر الليل، إنما بعد 1.25 ساعة فقط من مغيب الشمس. اللي عنده مشكلة بالوزن يدخل في حلقة نزلتها على اليوتيوب عن تنزيل الوزن ويتابع. طبعا الحلقة تأتي إلى نصف الطريق، تقول له سجل معنا، سجل حتى أرسل لك أنا الحلقات. وقلنا نمط الحياة الكامل، إيش تصحى الصبح تسوي، إيش تأكل، إمتى تلعب رياضة، هل الرياضة في الصباح أحسن ولا في المساء، طب أي نوع من الرياضة بكون أحسن، إيش الأشياء الممنوع تأكلها صباحا، إيش الأشياء اللي لازم تأكلها صباحا، إيش الأشياء الممنوعة، حسب أسس علم التغذية في القرآن وهذا الفهم. فيفاجأ أشياء بسيطة، كان يأكل هذه الشغلة الآن بطل يأكلها الآن، كان هذه الوجبة يأكلها في الساعة يؤخر ساعتين، تغير جذري 180 درجة ببساطة. أنا ذكرتك بفطرتك، بالقانون الذي خلقه الله في جسمك. أنا دائما أقول
عمرك شفت عصفور بيصحى 11 الصبح ولا 12 الظهر؟ نافي. عمرك شفت القمر يقول أنا أرفض أن أدور حول الأرض كل شهر، أنا أريد أن أدور كل 5 أشهر أو 6 شهور لأنه مللت من قصة كل شهر؟ لا يمكن. هل عمرك رأيت الأرض تقول أنا لا أريد أن أدور حول الشمس كل 365 يوم وربع، أنا بدي أدور كل 500 يوم أو كل 1000 يوم أو كل 1000 يوم على كيفي أنا حرة؟ ما في. هل عمرك رأيت الشمس تقول أنا لا أريد أن أدور حول مركز المجرة كل 250 مليون سنة، أنا بدي كل 10,000 سنة أسهل لي؟ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نفس الآيات هذه بتشوفها النظام الدوراني الكوني في دورة الفصول الأربعة ودورة الليل والنهار ودورة حياة الطفيليات ودورة حياة الإنسان ودورة حياة التربة. دورة حياة الإنسان، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبا. أنا أثبت أن الحج الذي نقوم فيه بقانون الدوران هو نفس قانون الدوران تبع الجهاز الدوراني من القلب والأوردة والشعيرات، سأتحدث عن ذلك فيما بعد. سبحان الله، نفس القانون. ولذلك أنا أرى أن ما جاء به الإسلام من صلوات وعبادات وحج وتعاملات ومعاملات هو لا يخرج عن هذه القوانين الـ16 التي أسميناها الميزان. وبالفعل أنت لما الله يطلب منك أن تصلي في وقت محدد وأن تصوم بدقيقة محددة وأن تفطر بدقيقة محددة وأن تصلي بدقيقة محددة وأن تستغفر الله قبل شروق الشمس وقبل غروبها وأن تستغفر بالأسحار، عفوا أن تسبح الله، هذا نظام كوني. وكما أنت تسبح قبل شروق الشمس وقبل غروبها الكائنات تسبح والعصافير تسبح والأشجار تسجد والنجم والشجر يسجدان، قانون إله. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرما. كيف أسلموا؟ باتباع هذه القوانين، يا على كيفهم يا غصب عنهم طوعا وكرها. الإنسان لأنه له إرادة ويختار يستطيع أن يخالف القانون، ولكن إيش بصير؟ بصير عنده مشاكل. قالوا له تحمل نتائج القانون، تمام؟ نتائج مخالفتك للقانون في الدنيا وفي الآخرة. عشان هيك احنا بنقول اسمه ميزة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والسماء رفعها ووضع الميزان، هذه القوانين، ألا تطغوا في الميزان. بعدين يقول وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان الأول مش الميزان أبو الكفتين، الثاني هو تبع أبو الكفتين ولا تخسروا الميزان، بس الأولاني إيش هو؟ هذا ميزان ثاني، ميزان القوانين. لما تصحى أنت على الفجر مع العصافير هذا طلب من الله سبحانه وتعالى لك أن تلتزم، وأنت بالتزامك بذلك تسلم لله سبحانه وتعالى بطوافك حول الكعبة واقترابك منها من المنطقة المقابل الحجر الأسود وابتعادك عنها في منطقة، يعني عند منطقة الحجر الأسود بسبب الزحام، أنت تطبق نفس القانون بدور في الكوكب، قانون الدوران الإهليجي. ولذلك إحنا وددنا لما نطلب من النساء ما بكفي أن أعطيهم غذاء يغذي المبيض ويعوض العناصر الناقصة، نريد النظام الهرموني فعالاً. كيف نفعله؟ تناول الطعام في أوقات الصلاة سينبه الجينات في المحيط لتتناغم مع المركز وبيمشوا في النظام الاستقلابي موجة متفقة وفعالية رهيبة في الجسم. الغدة الدرقية صارت فعالة وحلوة والغدة النخامية كذلك، وهرمون البرولاكتين رد نزل مرة تانية ويتحسن. على فكرة مش حكينا احنا ايش المشكلة؟ نقص حساسية مستقبلات الأنسولين للأنسولين. طيب هذا الأنسولين ما هو في المحيط، والأنسولين المستقبلات الأنسولين في المحيط، والأنسولين جاي من المركز من الغدة البنكرياس. طيب بدل اللي في المحيط يتجاوب، صار في عندنا تناغم ويتحرك بسبب توقيت الطعام الذي ينبه الجينات تبعت المحيط. سبحان الله. ولذلك نحن نرى بإذن الله سبحانه وتعالى أن في ذلك فائدة عظيمة، والله تعالى أعلم. ورأينا ذلك بأم أعيننا، مئات الحالات من النساء اللي مسكينة كان معاها عقم، واللي مسكينة مش عارفة تتزوج عشان في شعر بوجهها وحب شباب وتساقط شعر وسمنة مش عارفة تنزل من وجهها إلى آخره، أو سمنة فظيعة بمبادئ بسيطة.
متى تأكل، إيش تأكل، وكيف نوزع الكربوهيدرات، وكيف كذا حسب أسس علم التغذية والقرن، وإيش آخر طعام لازم يجي، وإيش أول طعام لازم يجي. هذا مثلا من أوائل الطعام الذي يجب أن تأتي. الحبوب من وين جبناها؟ من القرآن. القرآن يذكر الحب ذو العصف، لأنه في حبة من خردل، هذه شيء آخر، الحب ذو العصف 10 مرات، 5 منها في البداية. اتأملوا الآية: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلع قنوان دانية وجنات من أعناب، يعني تيجي الأشياء الأخرى بعدها سبحان الله. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل بث. دائما الحب الأول، وهذا مش عبث. الله سبحانه وتعالى يعلمنا الرمان دائما في الآخر، فيهما فاكهة ونخل ورمان. الآية اللي حكيناها قبل شوي: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا الكلوروفيل نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون، إيش آخر شيء؟ الرمان. ودور على الرمان ده يجي بالآخر. طب ليش يجي بالآخر؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن عندما طبقنا هذه الأشياء بدأنا نجد فوائد صحية للجهاز الهضمي. والناس اللي عندهم عجز جنسي لما يأخذ له رمان في الليل، شو السر؟ إحنا مش عارفين، ما دلنا بمرحلة الملاحظة، ونريد أن نجري أبحاث ونحاول أن نبحث فيما أجري من أبحاث حاليا حتى نحاول أن نفسر للناس ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. سامحوني إن كنت طولت عليكم. عندنا مجموعة من الأخبار زي ما حكينا، أنا بحب أخبركم إياها. أول شيء بفضل الله سبحانه وتعالى، اليوم كان المفروض أنه ينتهي العرض 20% على فرعينا في الأردن والإمارات وكافة أنحاء العالم ما عدا الدول اللي عندنا فيها موزعين. وأنا شرحت أنه الموزعين هدول هم ليسوا الغذاء الميزان، هم أشخاص عندهم شركات في بلدانهم أخذوا وكالة توزيع منتجات الغذاء الميزان، ولكن عندهم منتجات أخرى. فأنا لا أستطيع أن أفرع أقول له يا أخي أنت سوي خصم غصب عنك، هو إدارة المالية منفصل عنه، إذا أراد يسوي خصم يسوي، ما أراد هو حر يعني يرجع له ولا نفرض عليه. والدول في عندنا فيها موزعين: فلسطين، العراق، الجزائر، اللهم صل على سيدنا محمد، السودان، وإحنا عندنا طبعا إحنا فروعنا يعني موجودين في الإمارات، في الأردن، ونسيت الفرع الأخير هو بريطانيا، هذاك يعني اللي لا يشمل التوزيع. أي مكان آخر في العالم خارج هذه البلدان الخمسة اللي عديتها مع الأردن والإمارات مشمولين بالعرض. قررنا تمديد العرض لأنه أنا كنت ناسي سبحان الله، وأخبرني الفريق أنه جاي رأس السنة الهجرية، فبمناسبة هذا اليوم الفاضل المبارك إن شاء الله نحن نمدد العرض لإخواننا وأخواتنا حتى يستفيدوا، يعني حتى مساء يوم الأحد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب خبر آخر. نعم، الآن نحن بدأنا بتجهيز مجموعة من الفيديوهات والمقالات الموثقة. كما قلنا عندما يأتينا شخص عنده مرض، حكينا هناك أكثر من 300 قاعدة في القرآن، لن نعطيه 300 قاعدة لأنه هذول يعني كتب فيهم 50,000 صفحة علم، صرنا 15 سنة نبحث في هذا الموضوع، ولكن إحنا سنعطي ما يستفيد منه. كما قلنا في أشياء تتاكل بالأول، أشياء بالليل، أشياء بالنهار، في وقت للصحو، في وقت للنوم، في وقت للجماع، في أشياء ضرورية جدا ومهمة جدا. إذا طبقها الإنسان تحدث تغييرات كبيرة على مستوى صحته. وقلنا في البداية إنه نمط الحياة هو الذي يؤثر على جيناتنا. إيش حضرنا؟ حضرنا 10 مجموعات. يعني أي شخص ممكن طبعا هذه مجانية على فكرة، إحنا يعني نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى فيها، إحنا لا نأخذ أجرا على ذلك. ولكن أي شخص قرر إنه يشترك معنا ويأخذ المنتجات حتيجي على مدى 6 شهور عبارة عن 10 مجموعات من الفيديوهات، كل مجموعة فيها بين 30 إلى 45 دقيقة في هذه النصائح المتعلقة بمرضه تماما، مع وجود بابنا مفتوح لأي سؤال خلال فترة هذه، إيش بيخطر على باله يسأل، إيش هو شاهد ملاحظات، إيش كذا، يخبرنا وإحنا نتفاعل معه إن شاء الله ونجيبه بشكل متواصل، بشرط أن يسجل معنا. يعني بعض الناس يقول لي دكتور والله أنا ببعت لك على الفيسبوك، أقول يا أخي ما يجدي، يعني أنا وين بدي أدور عليك على الفيسبوك، أنت علقته وبعدين في بوست ثاني علقت في مكان ثاني، صعب. ولكن إذا دخلت إلى الموقع وسجلت بأن تسأل والدكتور جميل قدسي يجيبك على موقعنا balancecure.com، يصلني السؤال وأنا يعني
بيكون حضرتك موجود اسمك والهذا في ملف فأستطيع أن أرجع له في أي لحظة، فهذا يسهل عملي ويساعدني بإذن الله أن أعطيكم إن شاء الله أفضل معنى. الخبر الثالث، أؤكد أنه الآن نحن كل أوروبا نستطيع أن نصل لها بتكاليف شحن رمزية وبدون جمارك. ليش قلنا كنا نشحن من الأردن إلى أوروبا، فالشحن مكلف، الشحن الجوي بالدي اتش ال مكلف جدا، أغلى من ثمن المنتجات. اثنين، كان لما ندخل أي دولة أوروبية يصير في جمارك ما دام المنتج جاي من منطقة من آسيا يعني. الآن الفرق